نكمل مع حضراتكم اخبارنا، والخبر اللي جاي ده خبر انساني جميل. يعني فاجأ هنا الفنان تامر حسني لاعب الاهلي السابق مؤمن زكريا باهدائه اغنيه ترجع لنا بالسلامه، ده عنوانها. ده كان نوع من انواع الدعم في معركته الشرسه طبعا ضد المرض، ربنا يشفيك يا رب. منذ اكثر من عام نشر حسني مقطع فيديو اغنيته الجديده عبر حساباته الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب قائلا: اهداء الى كابتن مصر مؤمن زكريا. وتابع ايضا: اهداء الى كابتن مصر مؤمن زكريا، معاك وفي ظهرك لحد ما ترجع لجمهورك بمليون سلامه، ربنا معاك يا بطل. تفاعل بقى لما نشرها تامر حسني الاف من المتابعين في وقت بصراحه قياسي، وظهر عدد كبير كمان من في الفيديو من النجوم، نجوم الفن والرياضه في الاغنيه، وطبعا المسندد هنا اللاعب، وظهرت تحديدا كمان النجمه القديره اسعاد يونس في الفيديو وهي بتؤدي حركه مؤمن زكريا الشهيره، بالاضافه للفنان احمد فهمي وكريم فهمي ومحمد عبد الرحمن. وختم الفيديو بكلمه هنا لحسام البدري بقى المدير الفني لمنتخب مصر، موجها رساله لمؤمن قائلا: قوي ومميز في كل حاجه، وان شاء الله الفتره دي هتكون فيها مميز، شد حيلك يا مؤمن وترجع لنا بالسلامه ان شاء الله. حاجه جميله طبعا، بنتمنى له الشفاء العاجل. بني ادم جميل ولعيب جميل، وطبعا اكيد هو شخصيا لمس بنفسه من خلال مواقف يعني متعدده ومختلفه قد ايه كل الناس بتحبه. الحقيقه مش بس الاهلاويه، مؤمن زكريا من الناس المحبوبه والمقدره من قبل جماهير كل الانديه الرياضيه في مصر بشكل عام.